عطنا قصتها. هذه الله يسلمك، دق علي ولي أمر طالبة أو فتاة من الصم وقال لي نبي الحقيقة أنا أدور مترجم وإني أعطوني رقمك وإني سبقني قابلتك في الفعالية الفلانية والفعالية الفلانية وبيك تجي. قلت وش السالفة؟ قال عندي بنية صمة رافضة، لها يومين ما تأكل ولا تشرب وقاعدة بالغرفة وزعلانة. قلت عسى خير، طيب ما تجيب لها مترجمة ما تجيب لها شيء؟ قال لا أنا بيقعد معك، بيقعد معك وبيها تحضر، ترجم لي وش السالفة، ما بيجيب أبيك أنت تجي. فيعني أوفيت لها الطلب وجيته في بيته وجاب البنية لابسة عباتها وقاعدة. قال لها أنت لت يومين ما أكلتي وأنه ضايق صدري عليك، وش عندك؟ قالت أنا عادي أقول أخاف أزعلك يا أبوي. قال لا قولي وش عندك. قالت أنه أنا إلى ثيابي ملابسي العيد جاي، عيد الفطر كان قبل رمضان ورمضان جاي، ولا بغيت أشتري شيء، أشتري على هواي ولا بشتري شيء يعجبني، أمي تأخذني مع يدي وتشري لي، ما تعطيني الثقة أني أشتري شيء لي. جميل. وخواتي عكس، خواتي اللي أصغر مني ولا أكبر مني كلهم يأخذون فلوس ويشترون اللي يبون، وش حيثي أنا؟ ولا صار عندنا ضيوف لأني ما أسولف، ما يسولفون معي بلغة الإشارة، قاعدة فينبزون، يقوم يروح يجيب القهوة، يجيب المكسرات، يجيب الفصفص، يجيب ما أدري وش. فتقول أنا قاعدة أجيب أخواتي قاعدات يسولفن. فحز بخاطري الحقيقة أنه قال أبوه أصبري أصبري، نادي أمه تعالي، نادى الوالدة. المهم جت الأم وقعدت بعباتها وقال لها شوفي بنتس وش تقول، تقول كذا 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 كذا، وهذا ما يرضينا حق، لأنه داخل مجتمع النساء ما يشوف الأب، ما يدخل، وبعض الأسرار أحيانا تكون بين الأم والبنت والبنات مات ما يدري عنها. فالأم يعني بدأت تبرر الموقف، وأخذوا الموقف هذا يعني الأب كان حازم جدا في اتخاذ قراره. قال إن قومتيها وما قومتي خواتها بجدول يا ويلت، وإن هذه خوذي دراهم واشتري اللي تبين، يا سلام، فطيب خاطرها. فيعني دائما الأسر أحيانا بين 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 جانبين، يا جانب التهميش وعدم إعطاء الثقة الكاملة، يا جانب العاطفة المفرطة اللي يحبسون ولدهم ولا يخالط الناس، وبكرة يطلع شخص يعني غير جديد بالثقة ولا يقدر يعتمد على نفسه. فالاتزان جيد. يا سلام يا سلام، هذه رسالة. شو يا جماعة الخير، أنا أقول لكل من لديه يعني ذوي إعاقة أو ذو إعاقة، لا يعني تعتقدون أن هالإعاقة مبررة أنه يهمش أو أنه يكد أكثر وأكثر مثل هالبنية هذه، لا، يجب أن يكون هناك عدل. حتى قضية الإفراط في العاطفة مين مطلوبة، حسسها أنه لها مكانتها، لها مكانتها عادية. يعني المسألة مسألة فن يجب أن يتعامل فيه مع هؤلاء. ثم يا جماعة الخير اسمعوا الرسالة، اتقوا الله عز وجل يا من لديه من ذوي الإعاقة وقاعد يحتقره. أنا شفت النموذج الأسبوع الماضي، والله ضيق صدري، جدا ضيق صدري. يعني بنية ضعيفة ومحتقرة احتقار عجيب. هذا الاحتقار شوفوا يا جماعة الخير، أنا بعطيكم بس شيء واحد، شيء واحد بس، تراها البنية لو رفعت يديها ودعت عليكم تراها مظلومة ودعوتها مستجابة. فاتقوا الله عز وجل في أبنائكم، اللي عنده من ذوي الإعاقة يحرص عليه يا جماعة الخير، خافوا والله فيهم، لا بد أن نحرص عليهم حرص كامل، وفي نفس الوقت لا يصير حرصنا عاطفة زايدة فندمرهم. أنا عندي عادي.